هو الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان منذ عام 2011، وهو ضابط برتبة فريق والمسؤول عن شرطة عمان السلطانية. هو أيضا أحد أعضاء مجلس الدفاع العماني الذي تولى مسؤولية الاجتماع في يناير 2020 لاختيار من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد بحضور العائلة المالكة، وتم اختيار السلطان هيثم بن طارق خلفا له. وفي المدرسة السلطانية العملية درس معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك معنى الوفاء للوطن، وأدرك قيمة العطاء للإنسان، فكان بحق نموذجا وطنيا مخلصا عرفناه في عطائه وإخلاصه وشموخه وطموحه وابتسامته وذوقه وتفاؤله وإيجابيته وجنديته والتزامه وضبطه وربطه وعسكريته ومدنيته. شرطي الميدان والمفتش العام عرفناه في مواطنته الأبية وعشقه لعمان الغالية وولائه لسلطانها المفدى. وجد في التطوير وإعادة هندسة الإدارة مدخلا في قيادته لشرطة عمان السلطانية، فطور وجدد وأنجز وأوجد ورسم الطريق ومهد ووظف الشباب وحفز وعزز من حضور القدرات وبنى القدوات ومنحها فرصا أكبر للظهور والحضور في واقع العمل الشرطي. وهو في كل توجيهاته ونقاشاته وحواراته مع منتسبي الجهاز قياداته وأفراده مثال للعمل الجاد والإرادة الواعية الدافعة نحو الابتكارية في العمل والمهنية في التعاطي مع قضايا الوطن والمواطن. من يدعو لاختيار لحظة الانطلاقة واستيعاب الواقع الاجتماعي قبل اتخاذ أي قرار، من ينصح بالوقوف مع المواطن وتذليل الصعاب أمامه وتيسير الإجراءات وتبسيطها من أجله، ويدعو في كل محفل شرطي ونزول له إلى الميدان إلى توظيف قدرات منتسبي الشرطة ومواهبهم في صناعة التجديد وإدارة معطيات التحول، فأوجد فيهم رغبة الإنجاز ونبل الإخلاص وقيم الحب لعمان وقائدها وللإنسان على هذه الأرض الطيبة، تقديرا للمخلصين لهذا الوطن وشبابه الصاعد في ذراء المجد، معطاء ومبادرا وداعما للإلهام والتطوير والتجديد. فشمر عن ساعد الجد وعزز من فرص التجديد وأسس منهج الضبطية في الأداء الشرطي ورسخ قيمة المسؤولية وأطر مساحات الإنجاز. فالعمل في فقه معالي الفريق وفلسفته القيادية يسير وفق المخطط له، والآداء يمضي وفق رؤية القيادة في ضبطه وربطه وشموخه وقوته ومنهجه ومنهله، فقام بمسؤولياته خير قيام، أدى الأمانة وزيادة، فكان عمله مبرورا وسعيه مشكورا وإنجازه مقدرا.